جهد سنة بالكامل، كل زرعة بيزرعها الفلاح لحد ما يحصدها بتمثل له أمل لبكرة. وبشاير الخير بدأت مع عمليات حصاد الرز للسنة دي، والرز واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة. وفي محافظة البحيرة المزارعين زرعوا أصناف جديدة مقاومة للجفاف وبتتميز بإنتاجية عالية، والأصناف دي بيطورها وبينتجها مركز البحوث الزراعية. والله أبا عن جدا بزرع الرز من جميع الأصناف، ولكن النهاردة بفضل ربنا توصلت مراكز البحوث الزراعية لاستنباط محاصيل أصناف جديدة اللي هي ساخة 107، ساخة 108، سوبر 300. والأصناف دي الحمد لله عالية الإنتاج وبتوفر في المية من خلال زراعة الستارة. الرز أهم صنف بنزرعه، كنا نزرعه قبل كده ال 101 و 104 و77. طبعا الحاج إبراهيم لما جاب لي الرز اللي هو سوبر 300 فجربته، بسم الله ما شاء الله عليه، أول سنة يعني نشوف رز بالشكل ده. رز موفر في المية، موفر في الكيماوي، مريح في الزرع، إنتاجه عالي. استراتيجيتنا في مركز بحوث زراعية بتهدف لاستنباط أصناف جديدة تكون خاصة الفترة دي متحملة لنقص المية ومقاومة للملوحة، لأن هما دول التحديين اللي عندنا الفترة دي بالنسبة لإنتاج الأصناف. عمليات الحصاد بتتم بطرق ميكانيكية، والأنواع الجديدة من الرز بتتميز بالمجموع الخضري في السقان حتى عمليات الحصاد، واللي ممكن الاستفادة منها في عمل أعلاف للحيوانات. الأصناف الجديدة طبعا أول استنباط أو أول تركيز المهندسين على الأصناف الجديدة إن الرز ما يرجتش، لما ما يرجتش يقوم يتعامل معاه من خلال الكومباين أو من خلال أي ماكينة حديثة. السنة دي الرز غير أي رز تاني، ولذلك في ناس بتوع المغزى زلايب خدوه مني بيع وشراء، يعني الفدان وصل سعر القش فيه 600 جنيه 700 جنيه، قبل كده كنا نحرق ونقع على غرامات، السنة دي استفدنا بيه، يعني رز وقش في نفس الوقت. دلوقتي من سنتين عدوا أو من سنة عدت كده كان القش والرز بيحرقوه، دلوقتي بنباع وبنشري، بنعمل للماشية وكلام بيأكل من الماشية، يعني ممكن بنعمل منه مثلا سلاج وكلام من ده. مشكلة نقص مياه الري في زراعة الرز مشكلة حقيقية، واستنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف والأمراض هو من أهم الحلول لمواجهة نقص المياه. أحمد سعيد، مصر الزراعية.